إذن عن الكلمة التي ألقاها الصدر اليوم وعن تهديداته بالانسحاب، استقالة نواب كتلته في البرلمان، وكذلك عن تداعياتها وانعكاساتها على المشهد السياسي في العراق المتأزم. أصلا ينضم معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف عبر سكايب. دكتور حامد، بداية مرحبا بك، كيف تابعت كلمة الصدر اليوم؟ ماذا يعني بها وما انعكاساتها على المشهد السياسي في العراق المتأزم أصلا؟ في البداية شكرا جزيلا لاستضافتكم الكريمة، مساء الخير عليكم وعلى جمهوركم المشاهدين الكرام. حقيقة لم تأتي هذه من بشكل مفاجئ ومن فراغ، هو كان مهيئ مسبقا في خطابات السابقة بدعوات مبطنة وعلنية تارة وتارة أخرى يدعو إلى حل البرلمان، إلى إجراء انتخابات ثانية مبكرة، يعني لإحراج الطرف الآخر على اعتبار أنه الطرف الثاني الإطار التنسيقي متمسك بنتائج الانتخابات إلى حد ما، ويريد يعود إلى توافق، إلى لملمة يعني أشلاء مثل ما يقال البيت الشيعي، وبدون الحقيقة تحقيق شيء من النجاح. اليوم الخطاب كان أكثر وضوح وأكثر مباشرة في الدعوة إلى الانسحاب، رغم أنه طبعا أيضا خلاها على مراحل، يعني بالتدريج اكتبوا استقالاتكم هيئوها ومن ثم قدموها لما أعز لكم أن تقدموها إلى رئاسة مجلس النواب قدموها، يعني وكأنه العملية فعلا يعني خطوة خطوة مثل ما تسمى، وهي كلها تأتي فعلا إلى يعني في سياقات استخدام الأوراق اللعب وإحراج الطرف الآخر. الحقيقة خلاهم بشكل واضح، هو قال أما معارضة أو يعني إجراء انتخابات أو شيء من القبيل بإحراج الطرف الآخر، لكن الحقيقة هي المطلوب من الطرف الآخر شيئين لا ثالث لهما، أما القبول بتشكيل حكومة الأغلبية، يعني مثل ما يقول كف عن المطالبة بالتوافقية، هاي وحدة. الثانية الحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. دكتور حامد، يصف الصدر بأنه متذبذب في مواقفه، ماذا عن الموقف الجديد الآن؟ يعني الأمر باستقالة أعضاء التابعين لتيار الصدري 73 عضوا، ماذا لو فعلا استقالوا؟ هل هذا الأمر فعلا يؤدي إلى انتخابات جديدة، إلى حل برلمان؟ يعني هل الأمر هو جاد فيه الآن أم هو ضمن أساسات التذبذب التي وصف بها؟ الانسحاب 73 عضو من يعني كتلة التيار الصدري في البرلمان معناها أنه فعلا يعني خلق حالة من الفوضى، أولا داخل البرلمان اللي هو أساسا ما يمتلك الشرعية الكافية، يعني حتى الآن بالسياقات الدستورية الرئاسات الثلاث، مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، فقدت الشرعية الدستورية لأن هناك تجاوزات دستورية واضحة. هاي من ناحية، من ناحية مجلس النواب أصلا ماكو شرعية شعبية دستورية مقنعة للشعب العراقي، لأنه يعني نسبة المشاركة بالانتخابات قليلة جدا، يعني ما تتجاوز ال 15%، ف 85% من الشعب العراقي لم يشارك بالانتخابات، بل رفض قاطع النظام السياسي والعملية السياسية البائسة برمتها. لذلك هم يعرفون، كل الكتل السياسية تعرف هذه الحقيقة. أما إذا ذهبوا إلى حل البرلمان فهي بداية الفوضى اللي يريدوها الطرفين في نهاية المطاف، أي طرف يريد يعني يشك بخسارته يذهب إلى خلق الفوضى، لأنه الفوضى الحقيقة وخلط الأوراق بالنتيجة أنه تضيع الخطوط العامة. ولكن الشعب العراقي، أنا هذا هو المهم بالموضوع، الشعب العراقي يترقب لحد الآن ويعرفون طبعا الصدر عنده احتمال أنه إذا انخلقت الفوضى، الفوضى معناها أنه يعني صراع ميليشياوي، اقتتال شيعي شيعي، وهذه قضية تتدخل بها أطراف دولية. احنا لا ننسى أيضا هناك ترابط بين ما يجري في داخل العراق والصراع الإقليمي الدولي، إيران على وشك أن تخرج من الاتفاق النووي،
خصوصا بعد ما صوتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمس على 30 صوت لإدانة إيران، وبدأت تنسحب إيران من قضية الرقابة الدولية على منشآتها النووية. وهذه قضية الحقيقة تدخل ضمن هذا الصراع، الصراع الإقليمي الدولي، وهي طبعا الإطار يتلقى أوامر من طهران بشكل واضح لأنه تابع لولايات الفقيه، والإطار التيار وحلفاء أيضا ينسقون مع الغرب. طيب، هذه أيضا قضية واضحة. حامد، دائما ما يردد الصدر أكثر من مرة بأن كتلته تمثل، يعني يحتاج إلى حكومة أغلبية، هل لا زال يعتقد أنه يعني متمسك برواية حكومة أغلبية رغم تكتل الإطار مع من يسمون أنفسهم بالمستقلين؟ لا يوجد مستقلون في العملية السياسية يعني الحالية، يعني بالتشكيلة مجلس النواب لا يوجد مستقل بمعنى المستقل، لأنه كلهم خاضعين لإرادة هذه الكتلة أو تلك. يعني أيضا دخلوا هم في مفاوضات مع الطرفين، وبالنتيجة صوتوا على رئاسة مجلس النواب، ومن ثم يريدون أيضا يدخلون بعمليه وبصفقه. هذه قضيه حسمت، يعني انه اما بعض المستقلين مع هذه الكتله او مع الكتله الاخرى. القضيه الاهم ايضا بالصراع الحقيقه هي هذه النقطه الجوهريه، انه هم لو ذهبوا الى الشارع سوف ينقلب عليهم الاثنين. انا متاكد من هذا، لانه بدات الان اضرابات، وسوف هناك نفس يعني عند الشعب العراقي يشعر بانه جذوه ثوره تشرين ما زالها متقده، يعني هناك جمر تحت الرماد. ولذلك اذا فلتت الامور من اياديهم، ولو طبعا بغض النظر عن كونهم يذهبون او لا يذهبون، هناك الان تازم، هناك ازمه نظام سياسي حقيقيه في العراق بجوانبها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتياحات اللي موجودة، وبالضبط فقدان السيادة، فقدان القرار السياسي العراقي المستقل. هذه كلها الحقيقة تشابكت الآن وتعقدت، بحيث أن ذكرت دكتور حامد أن ما يجري في العراق له بعد إقليمي، كيف تتوقع أن يكون رد الإطار التنسيقي على تهديدات الصدر؟ سيكون يعني الرد شبيه برد إيران على أمريكا. كل ما أمريكا تصعد هي وحلفائها في الغرب، إيران تصعد أيضا. لكن المشكلة العويصة التي تواجه العراق أنه تصعيد سيكون على الساحة العراقية وساحة الشرق الأوسط وخصوصا العراق. لذلك لما أجينا إلى هذا التحليل الآن، أنه الإطار سوف يصعد، يعني لم يفقد كل يعني خيوط اللعبة أو كل أوراق اللعبة. الحقيقة سوف إيران تستخدم بعض الأوراق الخطرة على الأمن والسلم الاجتماعي العراقي. هذا ما نخشاه على شعبنا، أنه تتحول الساحة العراقية أشبه بساحة أوكرانيا في قضية الصراع الروسي والناتو. إيران جاهزة لأن تدخل صراع، ولكن ليس صراع مباشر، يعني هناك حرب بالإنابة. شكرا. العراق الحقيقة لا يهم بحسابات إيران، ولا يهم الأمريكان والناتو بحساباتهم. احنا شعب الحقيقة للأسف الشديد لا يمتلك الإرادة الكافية، لا يمتلك استقلاله السياسي الاقتصادي. لذلك كله بعد احتلال العراق عام 2003 ومجيء العملية السياسية التي أسس لها المحتل الأمريكي. نشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد الصراف، الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا دكتور.